بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة إخواننا معدنا مع درس جديد من دورة فيجوال بيزيك 2012 تحت رعاية موقعك في لندن. اتكلمنا الدرس اللي فات عن الوحدات البرمجية الموديولز، وعرفنا بننشئها إزاي ونكونها وإيه فايدتها وتعريفها والكلام ده. هناخد إن شاء الله النهاردة إخواننا الكلاسز أو الفئات. الكلاس يعتبر هو الموديول بس باختلاف بسيط. تعال نشوف الاختلاف، تعال اصلا نشوف بيعمل ازاي الكلاس. هنقفل ده تمام ونحذف اللي في المين كله، احنا هنتعامل كده على المشروع القديم بالشكل ده كده. تعال نعمل كلاس، ممكن تعمل فولدر او تعمله في المشروع مره واحده. نعمله في المشروع مره واحده. اد، خلي بالك كلاس هنا هقول له ماي كلاس. عندي كلاس اسمها ماي كلاس ثم اد، لاحظ هتنزل في مكان. خلي بالك الاسم ده للاسف يعني تعال نحذف ده ونعمله، نعمل باسم تاني خالص. اعزف الكلاس، اعمل باسم تاني خالص اهو كلاس، نسميها ذا كلاس كده تمام، لان ماي كلاس اكيد محجوز او هو محجوز فيطلع خطأ. تعال هنا دي الكلاس، ممكن تعرف هنا برضو تقول له مثلا ديم يوزر نيم از سترينج تمام. ثم هتعمل سب سي. تعال ناخد اصلا السب اللي موجوده هنا كده اهو بالظبط كده، هما بالظبط مفيش اي فرق اهو تمام. اقفل ده خلاص. انا دلوقتي شغال في الكلاس ايه اهو ذا كلاس في بي. طيب نفس الفكره، في مشكله؟ مفيش مشكله. قال لا، طب ما هو ايه الفرق؟ لا في فرق. تعال هنا قول له ذا كلاس دوت. قال لا، ما جابش الحاجات ليه؟ ممكن بابليك مثلا تمام اهو بابليك صب. تعال هنا نفس الايه الفكره، اقول له دوت نفس الفكره مش هيحصل. قال لا ليه؟ هنا قال لك لا، هنا قال لك الوضع مش كده. الموديول هو اللي كده لكن الكلاس مش كده. الكلاس لازم تاخد من الكلاس اوبجكت. قال لا، ايه ده؟ يعني ايه اوبجكت وبوليمورفيزم والكلام ده؟ ببساطه هقول لك الكلام ده ببساطه خالص. انا دلوقتي عندي مثلا بلد الصين تمام، شخص مسافر الصين. هل الشخص ده اول مره يسافر الصين؟ هل الشخص ده هيكون ملم بكل شيء في الصين؟ لا، لازم ايه؟ لازم شخص من الصين نفسها يكون معاه بحيث يعرفه طبائع الناس وظروفهم وظروف معيشتهم وتعاملاتهم الدينية وتعاملاتهم الثقافية وتعاملاتهم العلمية والمصانع واشهر المناظر الطبيعية واشهر الحضارات اللي عندهم القديمة والكلام ده. بمعنى محتاج شخص يكون عارف، شخص يكون ملم بالموضوع ده. يبقى احنا دلوقتي يعتبر الكلاس دي هي الصين، مبهمة بالنسبة لنا. موجود اسمه الصين اهو ذا كلاس الصين. خليها انت ممكن تغير اسمها اصلا لايه؟ تشاينا مثلا تمام. تعال هنا قول له الصين. هنا الصين
ما فيهاش حاجه يعني. كل دول مش دول ميثودز مش هنستخدمهم حاليا او ممكن ما نستخدمش خالص. تمام. طيب مش انا عايز الدواء اللي جوه. قال لك لا انت ممكن تعمل الاتي. لاحظ بتعمل الاتي، بتاخد من الصين دي شخص بنسميه في البرمجه اوبجكت. بعملها ازاي؟ بقول له ديم اسم الشخص بيرسو يساوي as new china بس خلاص. يبقى طريقه التعامل مش هتكون مع الصين نفسها، لا هتكون عن طريق الوسيط اللي بين تشاينا. من الاخر ده بياخد كل حاجه جوه الصين، الشخص ده عارف كل حاجه جوه الصين. تعال هنا قول له بيرسون اهو دوت بس جود باي سي هالو يوزر نيم. وصلت يا اخوانا؟ يبقى الفرق بينه وبين الموديول، انت كنت بتقول له موديول اهو موديول اهو فانكشنز دوت ويظهر لك الثلاثه مره واحده تلقائي الصين كذا. انت عرفت كل حاجه ليه؟ لان اعتبر الموديول ده بيديك دليل موقع سياحي، لكن الكلاس لا مبهمه مش بيديلك زي كوريا الشماليه كده بالنسبه لبقيه العالم محدش عارف في اي حاجه خالص. وصلت يا اخوانا؟ يبقى الكلاس اعتبر كوريا الشماليه تمام، لكن الموديول اعتبره اي حاجه اي دوله مفتوحه ممكن تقدر تجيب بيانات من على النت، المناطق السياحيه، ظروف البلد، ظروف المعيشه والكلام ده. جميل جميل. يبقى انت هنا خدت دي بيسموها اوبجكت، استخدمت كلمه ديم اهو ديم. الاسم خلي بالك الاسم ده بيخضع لنفس شروط التسميه، ان ما يكونش مثلا بيبدا برقم، ما فيهوش مسافات، ما فيهوش احرف خاصه والكلام ده، كل ده اللي هو شروط تسميه الايه المتغيرات اللي احنا خدناها تمام، وما يكونش كي وورد والكلام ده. جميل. هنا از لاحظ نيو تشاينا، انت المفروض مثلا تقول له از سترينج از بايت از كذا، لا هنا نيو تشاينا يعني عنصر جديد من عناصر اللي تشاينا من عناصر الصين. يبقى البيرسون ده اول ما تقول له دوت براحته بقى هو يتعامل معاه، تقول له مثلا جود باي مثلا اشتغل اهو. لاحظ اسف سيمي كولون، مفيش هنا سيمي كولون، كنترول اف 5 سي جود باي. اه جود باي هي اصلا بترجع قيمه، يبقى نقول له هنا بس خليها هالو سي هالو تمام. اه لاحظ قال لك هالو علي اللي هو خد القيمه بتاعت ايه اصلا، خد القيمه بتاعت ايه دي. هنا ممكن تعدل برضه، هنا تقول له هنا بيرسون 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 دوت يوزر نيم بيساوي مثلا بيساوي هو نفس الفكره كده اهو بيساوي كونسول دوت ريد لاين وتنتظر منه السطر. بس قبلها في الاول تقول له كونسول دوت رايت لاين بليز انتر يور نيم تمام. فتلقائي هتستقبله ادخل الاسم ثم تقول له سي هالو ثم تقول له برضه كونسول دوت رايت لاين بيرسون دوت جود باي بس. دي مباشرة بتيجي، لكن دي بنستقبلها في متغير ثم اطبع المتغير. طب انا استقبلها واطبعها في مرة في نفس الوقت تمام، او اطبع اللي انا استقبله منه. تعال نشغل كنترول اف 5 انت يور نيم مثلا، هقول له مثلا ياسر، قال لك هالو ياسر جود باي ياسر. وصلت يا اخوانا؟ جميل. ده فرق من الفروق اللي موجودة في ايه يا اخوانا، اللي موجودة في بين الموديول والكلاس. الموديول هو عبارة عن استاتيك كلاس، الموديول عبارة عن استاتيك كلاس يعني من الاخر في حاجة اسمها استاتيك، بمعنى
لو انت جيت هنا تقول له مثلا ايه هنا اعتبرها هي تقبل، هي طبعا مش هتقبل كده، تقول له هنا كده مش هتقبل. لكن لو هي استاتيك كده هتشتغل كانها موديول عادي او قريبه من الموديول، تمام. طيب لو احنا رجعناها بابليك كده نقول له مثلا بابليك ستاتيك يوزر نيم برضه مش هيقبل لانه ماشي اختلف عن الوضع التاني. طيب خلينا هنا لحد ما ناخد الاكسس موديفاير ان شاء الله. طيب هنا كله بابليك طبعا لو انت عملت ده مش هتعرف تعدل فيه اصلا كده اهو. بيرسون دوت يوزر نيم مش هينفع، وهنا تقول له ديم مش هينفع تستقبل هنا، تمام. حتى لو انت عملت لان هو معمول اصلا برايفت يبقى لازم تقول له هنا ايه بابليك زيه بالظبط. طيب ده الفرق بين الايه بين الموديول ببساطه والكلاس. الموديول تلقائي معرف نفسه، الموديول تلقائي بايه معرف نفسه، انما الكلاس هو عبارة عن مكان بس محمي لازم تاخد منه الاول ايه اوبجكت. دي بيسموه اوبجكت باستخدام كلمة نيو ثم اسم الايه اسم الكلاس. اتفقنا يا اخوانا؟ طيب خلي بالك في نقطة كمان، ممكن الفرق هنا ان ممكن الكلاس او الموديول ده يحتوي على كلاس. تعالى نعمل جوه كلاس اهو، نقول له كلاس مثلا مثلا ايه نيو كلاس وتعرف فيها كل شيء خالص، وتعرف بها برضو حاجات وتعرف فيها دوال وكل شيء اهو، تاخد كل دول هم مفيش اي مشكله خالص. طيب تعالى هنا بقى طريقه التعامل هنا في هنا انا بتكلم عن الكلاس الداخليه الموجوده في الموديول اهو، هحذف كل ده هقول له موديول فانكشن دوت. لاحظ هنا في نيو كلاس هتقول له دوت نفس الفكره لا، فهتقول له ايه بقى خلي بالك ديم ذا كلاس او مثلا بيرسو اللي هو مسمينه بيرسو يساوي از نيو اهو موديول دوت نيو كلاس. بس يعني بدل ما كنت تكتب كده زودت الايه زودت التفريعه بتاعته، العنوان الاب دوت ثم العنوان الداخلي بتاعه ثم تتعامل بقى بيرسون تمام دوت سي هالو لان هي الايه اللي شغاله معانا. لاحظ كده قال لك هالو علي، اخد العلي منين ها اخد اليوزر نيم منين اهو، متعرفه اصلا على مستوى الفانكشن كل باسف الموديول كل متعرف على ايه يا اخوانا متعرف على مستوى الموديول كل، تمام. لو عرفت هنا شيء تقول له مثلا ايه ديم ماي نيم از سترينج يساوي احمد. لاحظ هنا الماي نيم هيكون متعرف فقط في الكلاس في الكلاس، خلي بالك في الايه في الكلاس ليه لان هو متعرف هنا يبقى خاص بس بالكلاس هنا لحد ايه اند كلاس، لكن اليوزر نيم متعرف فقط. دي ان شاء الله هنتكلم عنها في حاجه اسمها السكوبس او النطاقات او المجالات. ولكده كنا انتهينا وعرفنا الفرق بين الموديول والكلاس. طبعا ما ينفعش جوه الكلاس هنا اهو ما ينفعش تقول له هنا مثلا ايه تيجي هنا داخله تقول له ايه موديول كده اصلا هو مش جاي تمام موديول احمد مثلا لاحظ مش جاي هنا تقول له هنا اند موديول مش جاي ما ينفعش ما ينفعش الموديول ده ما ينفعش ايه يحتوي جوه كلاس لا الموديول بيكون ملف لوحده تمام يا اخوانا. وبكده اكون بفضل الله اكون انتهينا من الدرس ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.